يا صباح الجمال او مساء الجمال على حسب انت بتتفرج الفيديو ده امتى بالظبط. اهلا بيك عزيزي المشاهد في فيديو جديد وحلقه جديده على القناه بتاعتنا، هنتكلم فيها عن الماستر بتاعي اللي انا درسته هنا في المانيا وشغل بالظبط وتخصصات هندسه المساحه هنا في المانيا، لانها مختلفه تماما عن هندسه المساحه اللي بتدرسها في مصر، لان الموضوع هنا متشعب جدا جدا جدا. هحاول ابسطها لكم النهارده باذن الله في ايه الاقسام اللي ممكن تتخصص تحتيها من واقع خبرتي انا كدراسه وكشغل هنا في المانيا. شاهد واستمتع وان شاء الله باذن الله تستفيد. تمام يا جماعه، بص الماستر بتاعي انا لما جيت هنا المانيا كنت هندسه بترول وحولت لهندسه مساحه تحت قسم المدني في جامعه هانوفر يونيفرسيتي هانوفر، وكان الماجستير بالنسبه لي عباره عن علامه استفهام لاني ما كنتش اعرف بالظبط هو المفروض يتكلم عن ايه، ايه التخصصات اللي ممكن انا اشتغل جواه. النقطه انا بس كنت اعرفها عنه ان هو في شغل بعد الدراسه، ان انا قعدت اقرا عن الكارير برسبكتيفز بتاعت الماجستير نفسه وعرفت ان هو ليه فرص عمل كويسه. عشان كده في ناس كتيره الفتره اللي فاتت سالتني عن القسم بتاعك، يا ريت تتكلم بالظبط عن اقسام هندسه المساحه، وده هو عنوان الفيديو وهو اللي هنتكلم عنه ونركز عليه النهارده باذن الله. القسم بتاعي اللي هو الجيوديسي جيوانفورماتكس هنقسمهم لست اقسام، ثلاثه جيوديسي وثلاثه جيوانفورماتكس. الجيوديسي نبدا باول قسم وهو الفيزيكال جيوديسي، وده علم دراسه الكوكب الارض بكل الخصائص بتاعته وعلاقاته بالمدارات اللي حواليه وعلاقاته بحركته نفسه مع الشمس مع القمر، كل حاجه ليها علاقه بكوكب الارض. تدرس كمان الجرافيتيشنال فيلد بتاعت الارض، المودلز بتاعت الارض، كل حاجه ليها علاقه بالارض. ودي قسم فيه فيزيكس كتير قوي، قوانين كتيره جدا، وهو ما فيهوش شغل بره الجامعه. لو انت حابب تتخصص فيه يبقى انت هتكمل اكاديمي جوه الجامعه في الغالب. فالقسم دوت هو قسم متشعب كبير صعب ويعتبر من اصعب الاقسام جوه القسم كدراسه، لان القوانين بتاعته كتيره قوي والفهم بتاعها بيبقى عايز وقت طويل جدا. كانت دي يعتبر من اصعب الاقسام اللي انا شفتها في الماجستير، وفرحت قوي لما خلصت من الماده ديت. ده ممكن انت تتشعب فيه كنوع اكاديمي، انك انت مثلا بتحسب ساتلايت اوربت كالكوليشنز، بتحسب الاوربت بتاع الساتلايت او المدار بتاع القمر الصناعي بالظبط. تدرس كمان في الميشنز اللي هي بتروح الفضاء وايه بالظبط هدفها عشان تقدر انك انت تفهم بالظبط اطلقوه في الفضاء بهدف معين. في مثلا صاروخ اطلقوه في اسمه جريس، على حسب ما انا افتكر الصاروخ ده كان مثلا بيحاول ان هو يقيس قد ايه الماس في النورث بول في القطب الشمالي بتقل مع الوقت. ده يعتبر كده القسم الاولاني، وده لو انت هتتخصص اكاديمي يبقى هتكمل في القسم دوت مفيش مشكله. خش على تاني قسم من جزء الجيوديسي وهو الكاينماتيك ميجرمنتس، ودوت اللي هو شبه شويه شغل المساحه التوتال ستيشن، بس مش بيستخدم التولز بتاع التوتال ستيشن، بيستخدم تولز جديده مثلا زي تاخيوميتر، زي رادار سكانر، زي مثلا ليزر سكانر. فبيبقى تحتيه برضه جزء الريموت سنسنج من ضمن الابلكيشنز بتاعته، زي مثلا عربيه دوبل اللي بتمشي في الشارع وتقعد تبعت ليزر، ليزر بوينتس بتكنيك بسيطه جدا، الليزر بتبعته على مثلا على سطح البيوت فبيترد لها يعمل ريفليكشن، فبتستقبل هي الريفليكشن بتاعت الليزر دي وتقعد تبني 3 دي موديل في السبيس. فده يعتبر جزء شيق جدا للي بيحب يشتغل باجهزه المساحه. وطبعا في الجزء ده انت بتبقى مينلي مهتم جدا بالقياسات، لانك انت كمهندس مساحه بيسموك هنا مهندس قياسات. القياسات هي رقم واحد في شغلك، لو انت ما فهمتش بالظبط السنس بتاعت الارقام يبقى انت في مشكله دايما في شغلك. يعني لازم تقيس، والقياسات ديت لازم تطلع باكيرسي معينه، بريسيجن معينه. عشان توصل للاكيرسي دي او البريسيجن دي لازم تفهم انت السنس بتاع الارقام نفسه، وبالتالي اي جهاز فيه لازم ايرورز هتاثر على الميجرمنتس، يعني فيه لازم اخطاء هتلاقيها في الجهاز، سواء في الجهاز نفسه او في الاتموسفير المحيط بالجهاز او في طريقه القياس نفسها. بيبقى في اخطاء كتيره لازم تعملها استيميشن بالظبط عشان تقدر انك تلغيها من القياسات بتاعتك وتحصل بعد كده على قياسات نظيفه ما فيهاش اخطاء. فدي برضو جزء كبير تحت القسم ده، انك انت ازاي تحصل على الاخطاء في القياسات وتفهمها صح عشان تقدر انك انت تطلع القياسات في الاخر دقيقه وتبقى مناسبه للابلكيشن اللي هتستخدمها فيها. فدي باختصار القسم الثاني كاينماتيك ميجرمنتس. كان نفس القسم دوت برضو تحتيه ابلكيشن، انك انت بتعمل بروجرام كود، الكود دوت بتدخله في جهاز اسمه التاخيوميتر. التاخيوميتر دوت عباره عن بيطلق ليزر بيم على حاجه اسمها بريزم. البريزم دي انت بتعمل كود ازاي ان هو يتراك البريزم، والبريزم دي بتركبها على عربيه لعبه بتتحكم فيها الريموت كنترول، فيفضل الجهاز ماشي عمال يتراك فين بالظبط العربيه. ده بيستخدموه في ايه؟ هقول لك انا، لو انت مثلا حطيت بريزم على كوبري والكوبري دوت مثلا بيعدي عليه يوميا عربيات كتيره وتقيله، فعايز تعرف مدى الاكسبانشن بتاع الكوبري نفسه. فانت لو حطيت بريزم عليه ثبتها كويس وقعدت موجه عليها التخيميتر، فهتعلى وتنزل فتعرف مستوى الاكسبانشن بالظبط كام على مدار اليوم. ده ابلكيشن سوان توت،
في ابلكيشنز كتيره جدا تحت النقطه ديت مهوله. انا عشان ما اتخصصتش في القسم ده ما اعرفش قوي كتير عنه. وتالت قسم تحت قسم الجيوداسي اسمه البوزيشن نافيجيشن. البوزيشن نافيجيشن ده اللي هو المفروض تحديد المواقع، وده انا اتخصصت فيه انا بعد كده. كان بيتكلم عن ايه بالظبط؟ هشرح لكم الموضوع بشكل بسيط ومبسط جدا. انت في الموبايل بتاعك في جي بي اس انتنا، وهو الجي بي اس انتنا ديت بتستقبل اشارات سيجنال من الساتلايت، بتقدر ان هي تعرف بالظبط، يعني تقدر انت تعرف الموقع بتاعك عن طريق معرفه موقع الساتلايت نفسه فين. فالسيجنال اللي بتنتقل من الساتلايت للموبايل بتاعك او الجي بي اس انتنا في الموبايل بتاعك بتعدي على كميه حاجات في النص، مثلا تروبوسفير واينوسفير، كميه طبقات وغلاف جوي كبيره جدا، فبيحصل لها كميه حيود او كميه اخطاء كبيره جدا في النص، فبتوصل لك انت السيجنال دي ضعيفه مشوشه فيها اخطاء. ففي مودلز كتيره المفروض تعمل استيميشن الاخطاء ديت عشان تقدر ان هي تلغيها، بس ما بتعرفش ابدا تلغيها 100%، تلغي جزء منها. وكل ما بتلغي انت الاخطاء اللي في السيجنال دي اكتر واكتر، كل ما الاكيرسي بتاعه تحديد الموقع بتاعتك تكتر. زي ما بنشوف مثلا في الجي بي اس انتنا اللي في الموبايل، لو انت شفت مثلا نفسك على جوجل مابس هتلاقيك عباره عن سايكل. السايكل دي مثلا قطرها حوالي متر او متر ونص او مترين، وانت ما بتبقاش عارف نفسك بالظبط هل انت على اول الشارع، هل انت على نص الشارع، هل انت على الرصيف، على اول الرصيف، على نص الرصيف، ما بتبقاش اكيوريت قوي. بس لو جينا بقى في بعض الابلكيشنز زي الاتونوموس درايفنج، يعني عربيه من غير سواق، يبقى الموضوع فيه مشكله جامده جدا. ازاي اكيرسي بين متر وبين 2 متر هتعرف تحدد بيها مواقع العربيات وهي ماشيه بدون سواق؟ يبقى في حوادث كتير ومشاكل كتير جدا في الموضوع ده. وابلكيشن زيها كتير، زي هنا في المانيا مثلا بيستخدموا جرارات من غير سواق، يعني تراكتور الدركسيون بتاع التراكتور يبقى فيه جي بي اس انتنا ويحطوه على التراكتور وامشي يا معلم احرق الارض بعيش انت لوحدك اوتوماتيك من غير ما في حد يسوقه، فازاي ان هم يوصلوا الاكيرسي بتاعت السنتيمتر او المليمتر عشان يقدروا ان هم يطبقوا دوت في الابلكيشن زي انا قلتها من شويه ديت كامثله. يعني في تكنيكس كتيره، منها مثلا تكنيك اللي هو الار تي كي ريل تايم نتورك، عباره عن انك انت بتبني ريفرنس ستيشن بتستقبل نفس السيجنالز من الساتلايتس اللي انت بتستقبلها عادي في الموبايل بتاعك. الساتلايتس ديت هنا في اوروبا مثلا بيستقبلوا في الجي بي اس والجلوناس وجاليليو والبايدو، اربع انواع ساتلايتس، جي بي اس ده بتاع امريكا، جلوناس ده بتاع روسيا، جاليليو دوت بتاع اوروبا، وبايدو دوت بتاع الصين. هما دول اللي بيستعملوهم هنا في اوروبا. بتبني انت محطات ارضيه بتستقبل انت السيجنالز من الساتلايتس ديت، وهي مع بعضها بتبني بيها موديل مع بعضها بحيث تعمل حاجه اسمها كوريكشن داتا. بمعنى هقول لكم، انا واحد هنا في هانوفر اهوت، انا مستقبل الإشارة من نفس الساتلايت، وفي هانوفر برضو ريفرنس ستيشن بتستقبل نفس السيجنال من نفس الساتلايت، يبقى هنا الأخطاء هنا هي نفسها الأخطاء هنا. لو أنا ضفت السيجنال بتاعتي على السيجنال اللي جاي لي من ريفرنس ستيشن دي تلغي ديت، فيبقى لي بس السيجنال القوية اللي فيها خطأ بسيط قوي. فبالتالي لما كل ما ألغي الأخطاء بيني وبين ريفرنس ستيشن وأبقى قريب منها، كل ما الأكيورسي بتاعتي تعلى وتعلى أكتر. لحد ما بنشوف في بعض الأبلكيشنز إن ممكن الأبلكيشن توصل بالمليمتر. لو أنت حاجة اتحركت مليمتر بوينت مثلا بتقيسها، هتشوف التأثير ده في الجهاز بتاعك أنت بتقيس بيه. فدي خدمة في شركات بتقدمها عشان تقدر إنك أنت توصل للأكيورسي ديت. وهو دوت القسم دوت. وفي برضه تكنيك جديدة اسمها Precise Point Positioning اللي هي PPP، دي برضه تكنيك بيشتغلوا عليها دلوقتي عشان يقدر ان هم يعملوا موديل لكل حاجه، لكل خطا بيقابل السيجنال في الطريق، بيقدر ان هو الموديل دوت يلغي الخطا من الاشاره بدون الحاجه لكميه محطات ارضيه كتير. فدي برضه تكنيك بيشتغلوا عليها. فده باختصار الجزء بتاع Position Navigation، هو ده التخصص بتاعي. نخش بقى على الجزء بتاع Geoinformatics، وهو برضه فيه ثلاث اقسام، وهبدا فيه بجزء انا اشتغلت جواه حوالي سنتين ونص او 3 سنين وانا بدرس في الجامعه، اسمه Photogrammetry Computer Vision. فوتوغرامتري كمبيوتر فيجن ده معناه علم ازاي تستغل بالظبط انت الصور وتطلع منها 3D موديل تقدر تستخدمه في حاجه بعد كده. فهو انا اشتغلت في شركه كانت فيها حاجه اسمها فرنج بروجيكشن سيستم، عباره عن كذا كاميرا، جهاز فيه كذا كاميرا من زوايا مختلفه تقدر ان هي تاخد شوتس لنفس الاوبجكت. كوبايه مثلا انت خدت لها شوتس من زوايا مختلفه كتير، تقدر انك انت بتكنيك معينه، وطبعا بتدرس في الماستر الثيوريتيكال بارت بتاعها، تقدر انك انت بتكنيك دوت انك انت تعمل حاجه اسمها ماتشنج ما بين كل صوره والتانيه، ايه البوينت اللي هنا ما يوازي البوينت اللي هنا وما يوازي البوينت هنا، فبتعمل ماتشنج بوينتس، بوينت دي هي هنا هي هنا. فبتقدر انك انت عن طريق بروجكشن ماتريكس تعمل بروجكت من ايمج بوينت اللي هي بوينت في الصوره لل3D بوينت في الاوبجكت سبيس. بنستخدم الموضوع ده في ايه؟ ملايين ملايين الابلكيشنز. زي ايه بالظبط؟ نفترض ان في شركه بتصنع
اوكر باب، والاوكر باب ديت ليها ستاندرد موديل ديزاين على الورق، هم جابوا من البرودكشن 100 اوكر باب وعملت بيها انا حوار 3 دي موديل دوت مع كل قطعه، يعني كل قطعه من ال 100 دول قعدت اصورهم من كل الجهات وعملت بيهم بالاجهزه اللي بتصنعها في المانيا، مثلا زي جهاز تبع شركه جوم، تقدر انك انت تطلع في الاخر 3 دي موديل لقطعه الاوكر ديت. فلو انت عملت كده لل 100 قطعه جيت بقى انت قارنت الموديل اللي طلع لك ده اللي هو في الاكشوال، يعني حاجه اللي انت قدام عينك دي، بالموديل اللي هو ديزاين الستاندرد، تقدر تعرف ايه الديفيشن او ايه الحدود في التصنيع، هل التصنيع او البرودكشن اللي انت بتعمله في الشركه دوت مختلف او بعيد تماما عن اللي انت المفروض مصممه على الورق ولا قريب منه. فبتشوف بقى كام قطعه من دول طبقوا او قريبين جدا من اللي تصممه، وكام قطعه من دول فيها حيود، لان اي حاجه تم تصنيعها لازم تبقى فيها حيود ولو بسيطه جدا عن الديزاين، مش حاجه ديزايند على الورق هتطلع 100% في الحقيقة، لازم يبقى فيه نسبة حيود ولو حتى واحد من مليون أو واحد من تريليون، فلازم يبقى فيه نسبة حيود. ده أبلكيشن إنك أنت بتشوف كواليتي بتاعة البرودكشن. أبلكيشن مثلا لو في شريشة من محرك طيارة بتطير فوق مصر، بقالها 6 سنين بتطير فوق مصر، الريشة ديت حصل لها تآكل، هما بيجيبوها ويعملوا عليها نفس الميجرمنتس اللي قلت لك عليها 3 دي موديلنج، طلعوا الاكشوال موديل، الحاجه اللي قدامك انت شايفها بعينك، ويجيبوا واحده لسه متصنعه دلوقتي ويشوفوا بالظبط الفرق ما بين واحده كانت في محرك طياره بقالها 6 سنين بتطير حوالين مصر، الاتربه او الرمل نفسه اثر فيها عملات تآكل، هيشوفوا حجم التآكل في القطعه دي. فعن طريق مقارنه ما بين واحده لما تم تصنيعها انت عملت لها نفس القياسات وريشه تانيه في محرك طياره بقالها 6 سنين بتطير حوالين مصر، قارن دي بدي وتعرف الفرق ما بينهم بالظبط عن ريشه لسه متصنعه وريشه بقى 6 سنين بتشتغل. وده طبعا ابلكيشن ممكن تطبقه على حاجات كتيره جدا جوه التصنيع نفسه، تشوف الحاجه نفسها بعد استخدام فتره طويله بيحصل لها ايه. ابلكيشنز كتيره جدا لا نهائيه في القصه بتاعت الفوتوجرامتري في الكمبيوتر فيجن. تحتيها برضو بيجي ماده حلوه قوي اسمها ايمج اناليسيس، دي عباره عن بيجي لك خرائط، الخرائط ديت من مثلا خرائط فضائيه، يعني بيجي لك من الساتلايت نفسه صور اسمها اريال ايمجز، تقدر انك انت بالبايثون لغه البروجرامينج بايثون اعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن، تقسم بقى الخرائط ديت، الحته دي مثلا اشجار، الحته دي مثلا بيوت، الحته دي شوارع، فبتقدر تعمل حاجه اسمها تقسيم اراضي او سيجمنتيشن، دي بتساعدك جدا 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 في فهم الخرائط ديت نفسها. فالايمج اناليسيس برضو دي جزء كبير جدا تحت القسم ده، بتستخدم برضو تكنيكس مشابهه للتكنيكس اللي انا قلتها من شويه. في برضو من ضمن الابلكيشنز تبع قسم فوتوجرامتري كمبيوتر فيجن الفيس ريكوجنيشن، زي ان هو بيتعرف على الفيس بتاعك في الموبايل مثلا بتاعنا، دي احد برضو ابلكيشنز اللي مشهوره جدا في قسم الفوتوجرامتري كمبيوتر فيجن. فانا لو اشتغلت في القصه دي برضو هتلاقي في شغل حلو قوي. خش على القسم الثاني تبع الجرين انفورماتكس وهو انترنت جي اس، وهو القسم دوت انا درست فيه ازاي انك تعمل دايناميك مابس اونلاين على ويب ابلكيشن. يعني ايه دايناميك مابس؟ يعني خريطه كل موقع على الخريطه دوت ليه جيوغرافيكال لوكيشن، يعني ليه موقع جغرافي لونجيتيود لاتيتيود واتيتيود، تقدر على الماب دي انك انت تتراك حركه الطيارات او تتراك حركه القطارات او تتراك مثلا تغير درجه الحراره او تتراك مثلا تغير اي حاجه فيها بتتغير مع الموقع، اي خاصيه اي بروبرتيز اي فيتشرز تغير مع اللوكيشن نقدر تعمل لها انت دايناميك ماب. فدي انا درستها وبتدرس فيها شويه حاجات طبعا انفورماتكس زي بروجرامينج لانجويج سي بلس بلس سي شارب، او مثال دلوقتي هم حولوها للبايثون، وبتدرس فيها برضو ويب ديفلوبمنت سواء اتش تي ام ال او امبيدد سيستم، ازاي تحط لغه جوه لغه دي برضو بتدرسها، وطبعا جافا سكريبت بتدرس اللغه دي كمان، هي ليها شويه لها علاقه بالانفورماتكس. احد البروجكتس اللي انا شفتها برضه تبع القسم دوت انك انت ازاي تعمل نافيجيتور جوه المبنى نفسه، تعمل تصمم ابلكيشن، الابلكيشن دي انا جوه مول عرفني مكاني فين في المول، واقدر ان انا اعمل 3 دي موديل للمول دوت وانافيجيت جواه، انا كواحد دلوقتي واقف قدام ستاربكس عايز اروح لكي اف سي اروح ازاي، يبقى هروح في الاتجاهات الفلانيه الفلانيه لغايه لما اوصل. نيجي بقى على اخر قسم وهو القسم الاقل شغلا في المانيا، وهو اللاند تينير اند مانجمنت، هو ليه علاقه بالبوليسي بتاعت الشراء والبيع، تبقى انت بالظبط كده زي واحد ماسك مكتب فني، بتبقى انت عارف البوليسي بتاعت البيع والشراء بتاعت البيوت، بتبقى عارف البوليسي بتاعت الايجارات بتاعت البيوت، ايه الحق الملكيه، ازاي التملك، ازاي انك انت تسجل العقار باسمك، كل الحاجات اللي علاقه ببيع وشراء البيوت وبيع وشراء الاراضي. ونقطه مهمه قوي تحت القسم ده ازاي تعمل فالويشن لسعر الارض نفسها او سعر المبنى، لان هنا في المانيا مثلا في السوق
لو انت جيت تشتري بيت هتلاقيه معروض مثلا ب 400 الف يورو على موقع اونلاين، هل هو المعروض بيه دوت هو سعره فعلا؟ انت كواحد مشتري لازم تعرف بالظبط هل هو ده سعره ولا هو الشخص دوت مزود فيه، وفي الغالب بيبقى مزود فيه. فبتروح لشخص بيسموه اكسبيرت، خبير في بيع والشراء بتاع المنطقه ديت، فهو بيعرف يحدد بالظبط عن طريق فاكتورز كتيره جدا سعر المبنى دوت، مبني من امتى، ايه الامكانيات بتاعته، موجود في انهي حته، الاساسات بتاعته عامله ازاي، الغاز والكهرباء وكل تفاصيل البيت نفسها، في الاخر بيديك دوت بالظبط سعر البيت ده كذا. فده هتبقى انت تدرس فيه كميه داش نظري كتير، بس يعتبر من اسهل الاقسام، انت بتعرف معلومات وتعدي مش معقد قوي، يعني تقعد بس دش فيه معلومات وخلاص. قسم لذيذ فيه بوليسيز كتيره وسياسات كتيره للبيع والشراء، اللي عايز يتخصص فيه يتخصص فيه، بس الشغل فيه مش اجمد حاجه. اكتر اقسام هتلاقي فيها شغل فوتوجراميتري كمبيوتر فيجن، الكاينماتيك ميجرمنتس، انترنت جي اس، والبوزيشن نافيجيشن. دول الاربعه دول اكتر اقسام هتلاقي فيها شغل. الادوات اللي انت هتحتاجها عشان تدرس الماجستير نفسه البايثون بروجرامينج والماتلاب، دول الاثنين بيعتمدوا عليهم قوي في الماستر. كان زمان بيستخدموا سي بلس بلس وسي شارب، بس اعتقد ان هم ما بقوش بيستخدموهم خلاص. تقدر تحضر نفسك للماجستير بدراسه البايثون شويه او دراسه الماتلاب. حاول برضو لو في كورسات اونلاين انتروداكشن تو جي اي اس تاخدها، دي بتبقى جميله جدا، تديك فكره بالظبط عن المجال. الماستر دوت يعتبر من الماسترز المطلوبه جدا في المانيا، القويه جدا في المانيا في القسم دوت قصدي، يعني ممكن تكون لايبنس نفسها اللي هي جامعه هانوفر ممكن رانكها حاجه و20 على المانيا، بس لو انت شفت الماستر ده ممكن يكون تاني او تالت ترتيبا ماستر في المانيا، بعد تقريبا ماستر في برلين وماستر في فرانكفورت نفس المجال. فالماستر دوت يعتبر ترتيبه عالي جدا في المانيا وقوي جدا وصعب جدا. فالحاجة الحلوة اللي فيه انك انت اكيد اكيد هتلاقي شغل، وهقول لكم معلومة حلوة عن الموضوع ده. لما انا جيت هنا كان في 2016، الماستر ده بيقبل بس وينتر سمستر، بس بعديها في 2018 عملوا تغيير وخلوه وينتر وسمر عشان يستقبل عدد كبير من الطلبة، عشان يقدروا ان هم يتخرجوا عدد كبير من الطلبة، ان سوق العمل في التخصص دوت عايز ناس كتيرة جدا. وده اكبر دليل على كده، لان انا لما كنت باجي كان حوالي 40 واحد مثلا في الوينتر سمستر، فكل ترم بيتخرج حوالي 6 7 8 اشخاص بس، فمتخيل يعني بقى عدد قليل جدا وفرص العمل كبيره جدا. فعشان كده القسم دوت دايما محتاج ناس، ومعظم اللي جم حتى لو انت اتخرجت فيه مقبول او بدرجه مثلا مش حلوه قوي، هتشتغل من قبل حتى ما تخلص الماجستير نفسه. ده رايي انا الشخصي، لان ما اعرفش اي حد جاء الماجستير وخلصه ما لقاش الشغل بعديه. فالماجستير يعتبر قوي جدا، عايز بس صبر شويه، ممكن يطول معاك شويه، بس في الاخر هتلاقي باذن الله شغل. كده يكون غطينا احنا الماجستير واقسمه. حلقه النهارده كانت مليانه معلومات كتيره، معلش دش كتير معلش، بس اتمنى انكم استفدتم. في عجبكم الفيديو، لو انت وصلت معايا للنقطه دي ما تنساش اللايك المتين، اشترك في القناه، فعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل جديد. دايما دايما سعيد بأس لكم على الفيديو، وهرد عليكم اكيد في كومنتات. اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات الجاية. سلام يا شباب.